مرحبا بكم هاز كيتشن سيكريتس، بحب لك اكون صحي سهل وسريع. اليوم راح احضر لكم احد اطباق الباستا اللي بحبها كثير انا، سهله سريعه يعني ولا حتى 15 دقيقه بتاخذ من البدايه للنهايه. هي باستا مع الكوسه. فراح ابلش زيت الزيتون، عندي بصل مقطع جوانح، ثوم، وعندي هون كوسة قطعتها. أنا عندي شغلة بعملها، كانت ستي تعملها وذكرتها بأكلة أبو شلهوب إذا تفرجتوا على الفيديو. دايماً الكوسة بتبقى مليانة مي، فلما بتقطعوها وبتنشوها تحت الشمس تحت شاشية بتنشف المي، فهذا بيساعد الكوسة يحفظ شكله وما يخبص لما ينطبخ. لاحظوا اني تركت الكوسة والبصل لحتى يتكرمل ويحمر، هذا اللي بيعطي طعمة طيبة بهالباستا. منزبط الملح وبعدين بتكون جاهزة. رح اضيف الحبق، فلفل حامي. عندي هون باستا مطبوخة طبختها من قبل الدنتي، يعني على العدة. مصنوعة الباستا من القمح الكامل اللي هو الصحي اكتر، وخاصة للي بيعانوا من مرض السكري. رح اضيف وهي صارت جاهزة. كثير بحب لون الكوسة الأخضر مع اللون البيج تاع المعكرونة القمح الكامل، والطعمة حتكون رائعة. راح احط شوية بارميزان تشيز. هلا دوقة. انجل طيب، بتاخذ العين. البصل مع الكوسة مع شوية الحر، يعني اكثر من هيك بساطة ما في، واطيب من هيك الحقيقة ما في. بدي اياكم تجربوها وريلي عن جد بدي اياكم تخبروني رأيكم بصراحة. الهنا والشفاء.